عن المسلمين وتعاملهم مع الوضع الحالي، المسلمين اللي في الصين طبعا. أول شيء آخر أخبار الكورونا، الطبيب اللي أول واحد أعلن إن هذا المرض يشبه مرض السارس ومعدي توفى يوم الخميس اللي هو أمس 6 فبراير، وهذا الطبيب كان طبيب عيون، فلما قرأ التقارير قال إن هذا المرض يشبه السارس، وأعلن وجود هذا المرض وإنه معدي في المستشفى. فبعد ما أعلن في المستشفى المسؤولين عن المقاطعة أخذوه وقالوا له إن أنت قاعد تنشر إشاعة وأنت أصلا طبيب عيون ما لك شغل بالسارس، فوقعوا تعهد إن ما ينشر الإشاعة. لكن خلال في غضون أسبوعين صارت أكثر من حالة، وفعلا طلع كلامه صح وإن هذا المرض معدي ويشبه السارس ويؤدي إلى موت الناس. فبعدها صار إعلان حالة طوارئ، وهذا الطبيب توفى بسبب إنه هو لما عالج المريض ما اتخذ الإجراءات اللازمة للوقاية فأصيب بالفيروس. زين، الناس اللي شافوا من الحالات، ترى ما في دواء إلى الآن تم اكتشافه يعالج هذا المرض، ما في دواء معين، لكن الأدوية الموجودة كلها والعلاجات الموجودة تعالج فقط الأعراض. الحالات اللي شفت تقريبا وصلت لألف حالة وخرجت من المستشفى، شفت بسبب بنيتها الجسمية، بسبب مناعتها الذاتية، مو بسبب دواء أخذها وشفى منها، لأن كل المرضى يعالجون، والمرضى اللي شفوا منها بمناعتهم ومقاومتهم للمرض طلعوا من المستشفى. فإلى الآن قاعد يحاولون إنهم يعرفون سبب أو علاج لهذا المرض، علاج محدد، دواء يتم أخذه للتشافي من المرض. أما حال المسلمين في الوضع الحالي في الصين، فحالهم حال أي صيني ثاني، جالسين في بيوتهم للوقاية من المرض. طبعا المرض ما رح يقول هذا مسلم أصيبة وهذا غير مسلم رح أصيبة، لا، يصيب أي شخص يتعرض له. المسلمين سووا فرق تطوعية في مناطق مختلفة لتوزيع كمامات بالمجان على الناس، مثل مقاطعة يونان، مقاطعة تشانسو، مقاطعة شيان، مقاطعة شانشي، وحتى منطقة سايا سووا نفس الشيء. وفي ووهان في مطعم أو مطاعم الإسلامية وزعوا وجبات حلال للناس اللي يعالجون المرضى، اللي هم الأطباء والممرضين والممرضات، لمركز العلاج، لأن في من الممرضين والممرضات والأطباء في مسلمين فهم معرضين للمرض وما حد قاعد يجهز لهم وجباتهم، فالمطاعم الإسلامية تبرعت في أن توزع وجبات حلال لهم. وهذه فرصة عظيمة للتعريف على الإسلام والهدي النبوي. الرسول صلى الله عليه وسلم عطانا الحل في مواجهة هذه الأوبئة، وهو لا دارس طب ولا كيمياء ولا فيزياء، اللي هو العزل، اللي داخل البلد اللي فيه وباء ما يخرج منه، واللي خارج البلد ما يدخله، واللي مكتوب على الإنسان رح يصيبه مهما صار. هذا أول شيء يعطي سكينة في قلب الإنسان ويعرف إن اللي مكتوب ما رح يصيب غيره المكتوب له، ويشجع على إنه هو يدعي الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء ممكن يغير الأقدار، ويشجع على الصدقة وعمل الخيرات، لأن هذه الأشياء كلها تقي مصارع السوء. بالإضافة إلى أن حق الإنسان الغير مسلم راح يستوعب إن كثر الإنسان ضعيف في مواجهة مصاعب الحياة وتحدياته، بالنهاية يحتاج إنه هو يلجأ لقوة أعظم منه، للي خلق الكون كله عشان يطلع من المصيبة اللي هو فيها، من الضعف اللي هو فيه. منو يقدر يسوي شيء غير اللي خلق الإنسان وخلق الكون هذا كله؟ أما عن اللي يقول إن هذا عقاب من الله وعذاب من الله، فلازم يكون عنده مستند قوي صحيح وصريح عشان يقول إن هذا من الله. أنت قاعد تنسب شيء لله، وهذا الكلام وايد خطير وكبير. إذا تنسب شيء لله لازم يكون عندك خبر من الله نفسه قال إن هذا شيء ينسب لي. أهم يقسمون رحمة ربك؟ فإذا إحنا نقول إن هذا الشيء إن عقوبة من الله أو الأوبئة أو الأمراض هذا عذاب من الله، فغير المسلم ممكن يقول بكل بساطة إنزين ليش ممكن المسلمين معرضين لهذه الإصابات، لهذه الأوبئة؟ هل الله سبحانه وتعالى يعذب عباده اللي يعبدونه بعد؟ ومثل ما تعرفون الصحابة اللي هم أطهر خلق الله تعرضوا لمثل هذه الأوبئة، اللي مثل طاعون عمواس مثلا. فهذا الكلام وايد خطير لازم ننتبه منه، حتى لو كان الغيرة أو الدافع هو الدفاع عن الدين أو نصرة الدين، لكن نصرة الدين يحتاج إلى أساليب، ويحتاج إلى علم، ويحتاج إلى شيوخ دارسينة، مو مجرد إن أنا عندي مشاعر وأبي أتشفى وأبي أطلع المشاعر اللي موجودة عندي فأقول أي شيء. فالله سبحانه وتعالى قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك. لكن الفرق بين المسلم وغير المسلم إن المسلم الله سبحانه وتعالى قال لهم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الفضل اللي موجود للمسلمين، وإحنا أصلا نتمنى إن كل الناس تتعرف على الله سبحانه وتعالى.